أنا اسمي أبو القاسم بريكون، أحد المعتقلين الإسلاميين السابقين في ما يسمى أو مسموح عليه بالسلفية الجهادية في المغرب تحت قانون مكافحة إرهاب المزعومة. فبعد أحداث حدث سبتمبر 2001 اختطفت في باكستان ووضعت تحت التعذيب الشديد، ولا أدخل في التفاصيل لذلك الوقت. وبعدها سلمت إلى الأمريكان، وبعدها من أمريكا حولوني على المغرب بطريقة سرية في بالطائرة فيما يسمى بالرحلة السرية أو ما يسمى بالإكستراوردينري رينديشن. فأخذوني مباشرة على معتقل سري بمتمارة، حيث كان الحرمان من كل شيء. الحرمان من الملابس، يعني من غير الملابس التي كنت أرتديها ما يعطيك ملابس، وقضيت 8 أشهر ونصف بنفس الملابس. كان كذلك الحرمان من الماء الحار، من الصابون، من الفرشة ومعجون الأسنان، حتى كنت أنظف أسناني بالثياب وأخذ خيط من ثوب وأنظف به أسناني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحرمان من مقص الأظافر حتى يكون شكلك مشوه ورائحتك كريهة. وبعدها لما يأخذونك، لأن بعد حروته على القضاء، فلما يشم فيك قاضي تحقيق رائحة الكريهة، بالله عليكم كيف يكون يعني رد فعله وهو يحقق معك وهو يضع ما يضع في الورق ليقدمه إلى المحكمة. وبعد كل هذا، يعني في الفترة اللي أنا قضيت فترتين في معتقل مارا، بعد كل في الفترة الأولى خرجت بدون أي تهمة. فبعد حاولت الرجوع إلى إيطاليا بوثائق رسمية من السفارة الإيطالية، حيث أحمل كذلك الجنسية الإيطالية، فكان تعامل تعسفي معي كذلك من السفارة الإيطالية. لما حكيت لهم ما حصل لي وأن دخولي إلى المغرب كان دخول غير قانوني، فلازم أن يكون تدخل منهم يا إما عبر النيابة العامة أو بمرافقتي، وهذا حقي كمواطن إيطالي. فمع الأسف قالوا لي أنت اذهب، وإن أحصل شيء ما تدخل. فحصل ما حصل ولم يكن أي تدخل مع الأسف. ففعلا اعتقلت المرة الثانية وقضيت 4 أشهر أخرى في معتقل مارا، كذلك بنفس الشكل. كان الحرمان من كل شيء حتى من القرآن الكريم. وبعدها حولوني على القضاء، حيث حكمت ب15 سنة وخفضت في الاستئناف إلى 9 سنوات. هذه القصة التي حكيتها على مسامعكم بدأت يوم 10 مارس 2002 وانتهت يوم 14 أبريل 2001، 9 سنوات. ويا ليتها انتهت، فالمعاناة مع الأسف مستمرة ولا يعلم حدها إلا الله. بعد سنة ويزيد من الإفراج، مع الأسف ما أستطيع أن أعيش حياة عادية، لا مع نفسي ولا مع أهلي ولا في بيتي ولا أي شيء. ومن الأسباب لتجعل هذا الأمر يعني يتفاقم عندي، وخصوصا على الجانب الحالة النفسية، أن ما في أحد يعترف بهذه المظلومية، ناهيك على أن القضاء الإيطالي بعد 5 سنوات وهم يبحثون في قضيتي ما وجدوا شيء، فكان القضاء مضطر أن يعترف بهذه المظلومية وأن يقول بأن هذا الشخص ما عنده شيء، هو مواطن عادي كأيها الناس. كذلك ما في أحد يلقي إليك بال، يعذبون ويشردون ولا يبالون، يعني أنت موت، أنت لست إنسان، أنت حيوان أحسن منك، ما أدري كيف هم يفكرون، الله المستعان. كذلك من الأشياء الأخرى أنني لا أستطيع أن أجد عمل القار، يعني كيف واحد غاب على بيته أكثر من 10 سنين، ففي السي في أنا عندي ثقب 10 سنين، يعني من 2001 ما اشتغلت. فلما أروح السي في إلى أي شركة أو أي مكان، هو مجرد يرى أنني يعني 10 سنين ما اشتغلت من 2001، يعني ما يحاول ينادي عليك ويقول كيف ليش ما اشتغلت، ما في شيء. مباشرة يرمي هذا بالسي في، لم ينادي عليك ولا يهتم لك مع الأسف. منها كذلك أحوال الإخوة في السجون، ويكفي ما حكته الإخوة جزاها الله خير. كل هذا إيش النتيجة وإيش الحصيلة؟ أنا مع الأسف ما أستطيع أن أعيش حياة عادية إلا بالدواء، وهو دواء الأنتي ديبريسين، يعني دواء يعني يهدد الأعصاب، يعني ما أستطيع أن أعيش بدون أن أتعصب، فلازم دواء حتى أستطيع أن أعيش حياة عادية كما يرى أهلي. وهذا قليل من كثير.
قبل أن أتكلم على السجن لازم نذكر نقطة مهمة جدا حول الشرط والقدر، ألا وهو النظام المغربي خادم سيدته أوروبا. في يناير 2003 يعني قبل أربع شهور من أحداث 16 مايو أرادت الحكومة المغربية تمرير قانون الإرهاب لكنه رفض من جميع الأطراف في البرلمان. هو طبيعي أن يرفض، أتعلمون لماذا؟ لأن قانون الإرهاب معناه لا قانون، نولو، بمعنى أدق وأحق هو الاختطاف، هو الترهيب، هو الاعتقال السري لشهور إن لم يكن لسنوات، هو التعذيب، هو الحرمان، وهو بالتالي هو المحاكمة الظالمة. فلا هناك عاقل يقبل بهذا القانون. فإيش المعمول؟ كان ضروري من خلق حدث يجعل العاقل حيران، يعني يفقد العاقل عقله. فكانت الخفية وراء أحداث 16 مايو حيث تمت المصادقة على قانون الإرهاب من جميع الأحزاب والأطراف بما فيهم العدالة والتنمية. وفعلا ليومنا هذا ما في هناك تقرير للشرطة، لأن أي حدث يقع، موت، حادثة سير، أي شيء لازم من تقرير للشرطة. ما هناك تقرير حتى ملفق مش موجود حول أحداث 16 مايو. وأدرككم مثل صغير حول أن هذا كله كان مفرغ. جاءوا مخابرة ألمان ليبحثوا حول هذه المادة المتفجرة التي وقع بها الحدث. الشرطة المغربية تقول إنها مواد تقليدية. لما جاءوا الخبراء قالوا هذه مواد عسكرية. أتعلمون إيش فعل المغاربة؟ أخذوا الألمان قالوا السلام عليكم إلى بيوتكم، ما نريدكم، لأنهم سيفتحون هذه اليد الخفية. فأعود إلى السجن فأقول إن لم يكن الجو فهو الظلم، وإن لم يكن القمع فهو القهر، وإن لم يكن الإهانة فهو الذل. هذا هو السجن الذي سج فيه بالإسلاميين بما يستفاد من مكافحة الإرهاب المزعومة. حتى السجن أيها الأحباب لا يخلو من الحرمان، كان الحرمان من الفسحة، يعني أنت كسجين لك الحق في على الأقل ساعة في الصباح وساعة في المساء على طول الأسبوع، في حين كانت ربع ساعة للفسحة والسبت والأحد والأعياد ما في فسحة، يعني أنت تبقى في الزنزانة 8 أغلى في الزنزانة. كان الحرمان من الراديو أو الميديا، كان الحرمان من الساعة، يعني أنا كنت محكوم يا إخوة والله محكوم حكم نهائي، ما لي الحق في الساعة، ما لي الحق في الجريدة، ما لي الحق في الكتب. بالنسبة للزيارة كان نستعملها للضغط على الأقضاء في السجن، يعني ربما الأخ له الزيارة في الساعة 10 صباحا، وهذا حصل لي حتى أنا والله تنتظر حتى الساعة 6:30 مساء، ولما تخرج إلى الزيارة يبدأ الموظف يا أخي نحن لازم نروح إلى بيوتنا، لازم نسكر يا أخي، يلا عجل عجل، والله بيتك تتكلم حتى كلمة صافية مع أهلي وتنوض على فوق. يعني أهلي أتت والله في مرة الساعة 11، والله ما خرج حتى الساعة 6:30 بعد خرج من الزيارة، مع الأسف ما كان في ساعة فما أستطيع أن أردتكم وقت. كذلك التطبيب، ومن الإخوة فعلا من توفي بالإبن ما في التطبيب بالسجن، وكانوا الإخوة مريضين بالربو، وصاحب الربو يحتاج إلى أن يكون الطبيب أمضى على ورق وأرسله إلى الإدارة. أي في أي ساعة الأخ يحس بالضيق لازم أن تفتح الزنزانة، فما كانوا يفعلون. حتى التغذية كانت رديئة، الحمام اللي هو المروش والله أحيانا شهرين ما تروش، ليش؟ لحوش أن في المغرب يستعملون قنينة، يقول لك أخي إحنا قنينة مش موجودة. كيف سجن فيه أكثر من 4000 سجين بين الإسلاميين والحق العام، يقول لك ما في قنينة غاز، بل حتى النور كان مولع في تبارة بالليل والنهار، حتى في السجن مولع بالليل والنهار لتذوق العذاب بالليل والنهار. الترحيل تعسفي، أنا يا إخوة والله نحلل إلى 6 سجون، والله ما في سجن وحده بكراتي، كله كان بالترحيل التعسفي. التفتيش المهين حتى أنهم يجردون الإخوة من الثياب، يعني إيش تعمل في هذه الأرض حتى يجردوك من الثياب؟ أعداء الله يعلمون أن المسلمين يعني
حياؤهم يعني انت تستحي حتى تشوفك اهلك استغفر الله عليك. فكيف واحد ياتي ويجرد من ثياب هكذا حتى ينزع منك هذه الصفه الحميده وهي صفه الحياه؟ ياخذون اغراضك. هو صحيح ان الامر ممكن يبدو للاخر، لكن بالنسبه للسجين حتى كاس فهو بالنسبه لي رمز حياه، لان في السجن ما عندك شيء. السرير هو من اسمنت ثابت في الارض، البطانيات تصنع في السجن في السجون المركزيه، ولا ينجو الا القليل من مرض الحساسين هذه البطانيات. فانت الشيء اللي عندك نفيس ليس من حيث الثمن بل حيث الاستعمال او من حيث هو لانه يمثل بالنسبه لك حياتك العادله. كاس يعني تحصل عليه بصعوبه شديده ياتي التفتيش وياخذه منك. وكذلك مما يزيد حالتي ما يزيد فيها كذلك حال الاخوه المعتقلين في السجون. ولا اطيل عليكم في هذا الامر كما ذكرته الاخوه. كذلك من الاشياء الاخرى التي اريد ان اذكره هو حاله العوائل والاطفال. الاخوات يا اخوه والله يعانون الفقر المدقع. ناهيك عن الاخت تروح للسجن تشوف زوجها يهان امامها، يعني المراه مات بالنسبه للمراه زوجها شيء عظيم في حياتها، فلما تشوف المسكين دليل امامها هذا يؤثر عليها بصعوبه، بل من الاخوات التي لا تستطيع ان تلد، لا ان تحمل. ليش؟ لهذه المشاكل النفسيه تتعرض للسكينه. كذلك يجب عليها تنفق على ابنائها وعلى زوجها في السجن. بالنسبه على فكره الاولاد كذلك الاولاد في عجاله. الاولاد مع الاسف مهما يعيشون في بيوتهم، اعلام واخوتهم يعيشون التشرد. يعيشون انفصام في الشخصيه. يعيشون اضطرابات نفسيه. وهذا سينعكس حتما على المجتمع، لان الاخوه اعتقلوا بالالاف في السجون وابنائهم كثر، وسينعكس هذا حتما. فانا اضرب لكم مثل، هذا مثل بسيط، فاضرب بابناء اخي. انا عندي اخي طرد من ايطاليا في 2005، هو ليس في السجن وفي البيت، لكن هو في المغرب وابنائه في ايطاليا. فابنائه ياتوا عندي مره فاراجع معهم الثمانين المدرسيه. بالنسبه للبنت لما ذهبنا عند الطبيبه فهي اثبتت ان البنت فيها مرض، انا ما اعرف بالعربي فاقول بالانجليزي، ما يسمى بالديسلكسيا وديسكالكوليا او مات ديزابيليتي. يعني البنت لها 11 سنه والله ما تستطيع ان تحسب، اقول لها مثلا كم 4 × 3 تحسب باصابعها، ما تستطيع ان تحسب هكذا بعقلها. اما الابن وهو الان في السنه 13 والله لما يلعب والله تشوفه تقول هذا مش بشكل عادي، يعني يلعب بالتصرفات بتاع اطفال عمرهم 5 سنوات، وله ذاكره ينسى كثير. يعني في مره كنت راجع مع تمارين باللغه الانجليزيه ويجب ان يحاول بعض الجمل بجمل الى اسئله ويستعمل هاو اوفن، فكان ينسى الحرف الاخير هو ان، فانا اقول له انظر هو مكتوب في الكتاب، ليش ما تكتب بحال الكتاب؟ هو هاو اوفن كانون، فيكتبها ولما يروح الى الجمله اللي بعدها يرتكب نفس الخطا. ما عندهم مساكن تركيز، هذا ابوهم حر ويتصل به كل يوم. فما بالك يا الاحباب بالاخوه الذين هم في السجون واحيانا لا يرون اولادهم لشهور ان لم يكن لسنوات. فانا ما اريد ان اطيل عليكم، جزاكم الله خير. شيء اخر، من يريد ان يبحث في حول قضيتي ففي الموقع حتى حول يعني كل هذا الانذار في هذه 9 سنوات في الموقع Justice for Kasim. Justice for Kasim. Kasim with King. كذلك ممكن احدكم يطرح سؤال، لماذا المغرب النظام المغربي يتعامل هكذا؟ انا كما قلت في الاول ان المغرب هو شرطي قدير لاوروبا. ففعلا لكي يستفيد من اوروبا في بعض الاشياء لازم ان يخضع لاوامرها، وفعلا في 2008 من الاشياء التي استفاد منها النظام المغربي وليس الشعب المغربي هي الشراكه الامم المتوسطه او ما يسمى ب ادفاسن ستاتيوس. فمن يستفيد من هذا؟ هم مش الشعب بل الشعب. الان في الغلاء في المغرب في كل يوم في غلاء، حتى علبه الشاي الان تسوى 25 درهم. كيف واحد في الشهر مرتبه 1500 درهم يشتري علبه الشاي ب 25 درهم؟ والله انه لظلم العين. ونعوذ بالله. انا اعتذر واقصد، فاقول قولي هذا، استغفر العظيم وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.